والله انت لو لقيتني من على باب جامع كنت قلت لي اللي حصل، ما تسيبنيش على عماية كده. والله لو اعرف بقى ان عندك دم وهتسيب البيت لما تعرف الحقيقه انا كنت عملت الحكايه دي من زمان. ايه تشرب ايه؟ مش عايز. انا برضو عايز افهم، يعني اشمعنى انا اكون الوحيد اللي ما اعرفش ايه اللي بيحصل ما بين ملك وزياد؟ يعني لان عارف لسانك، لسانك زالف. ها تربيتي مش الدرجات دي يعني يا سالم. بص يا حسين، هي تمام هتمشي كده. طيب ايه الاخبار؟ اتقابلوا؟ وصلوا وهم في طريقهم دلوقتي لانهم يتقابلوا. وبعدين؟ بعدين ايه؟ يعني وصلوا وتعاتبوا وتصالحوا يا سيدي، ايه اللي هيحصل بعد كده يا سالم؟ هيتجوزوا ونخلص من همهم بقى، وافضل همك بقى وجوازك انت. فين يا سالم؟ انت ناسي ان الشقه اللي كانوا محددين ان هم هيتجوزوا فيها حصل فيها مصيبه؟ ما هي دي كمان حاجه انا ما قلتلكش عليها. ايه تاني يا سيدي؟ زياد كمان طلع مش ابنك؟ لا للاسف، انتوا الاثنين ولاد للاسف. اه عملت ايه؟ تصرفت. جبت له شقه في نفس المنطقه، بس شقه ايه؟ معتبره. نقلت له كل حاجته من الشقه القديمه للشقه الجديده. امتى؟ امتى؟ يعني ازاي وامتى وفين؟ عملت ده امتى يا سالم؟ ايه يا حسين؟ انت ناسي ان ابوك باشمهندس قديم ولا ايه؟ يقولوا في كل حته عفريت، في عفريت باع للشقه، وعفريت جاب للشقه الجديده، وعفريت دفع هنا، وعفريت جاب لي عفش جديد للشقه الجديده، وكله اتظبط وبقى تمام و100 100. يا ريت ناسني زياد والمصحف. جدع انت بس، واتجوز وهتلاقيني بعاملك كأن ابوك. كأن ابوك؟ ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا حاج. كأن ابوك برضه.